السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الله يدخل عليكم وعلى الأمة الإسلامية كاملها هاد العام هذا بالهنا وراحة البال ورفع البلاء يا ربي، أمين. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد في القناة ديالي، كنتمنى يعجبكم. بغيت نهضر لكم على هاد الماكينة هادي اللي هي كتسمى بالطرز بالكمبيوتر البرودري، اللي هي في الحقيقة كانت واحد الحلم بالنسبة لي، واحد الحلم لحد الآن مازال كنقول واقيلا غير كنحلم. غنعطيكم واحد الفكرة عليها البنات، غنقول لكم اللي بغات شي حاجة الله يرزقها ليها يا رب، يامين من خير الدنيا والآخرة. غير واحد الحاجة نقولها لكم هي أنه الإنسان يطلب الله، اللي بغات، اللي عندها شي حلم بغات تحقق شي حاجة كتمنى أنها توصل لها، ما تيأسش وما تديهاش في الناس اللي كيقولوا ليها راه ما غديري والو، داكشي راه عطا الله. المحيط ديالنا دائما ما كاين غير اللي يحبطك وصافي. الله العظيم البنات، اللي بغات شي حاجة عن تجربة طلب الله بكل صدق، ودير صلاة الاستخارة يوميا، تحاول دير صلاة الاستخارة وتطلب الله انه الحاجة الا فيها رزق يسرها ليها الله من حيث لا تحتسب، الا ما فيهاش رزق طلب الله يبعدها ليها. هاد الماكينة البنات هي رائعة جدا وحق الله، لا ما شاء الله بحال الحلم كما قلت لكم. لحد الان راه كنمشي حتى كنمشي نعس ولا كنمشي ندير شي حاجة كنقول واش انا واقيلا غير كنحلم، كنجي حتى كنطلع ليها واش نتبقى انا ولا مشات، واخا غضحكوا عليا والله، حيت واحد الحاجه اللي سنين هادي وانا كنتمناها. غير بالصبر البنات وكنطلب الله كيما سهل لي على هاد الماكينه وصلها لي، الله يجيب رزقها والله يجعل فيها البركه ويرزقني من حيث لا احتسب يا ربي امين. هاد الماكينه كيما قلت لكم ها هي هكا دايره ما شاء الله، فيها كتركب فيها شي 12 ابره، هي انا دابا غادي نوريكم كي دايره وغندير معكم فيها التطبيق لهاد البياسه هادي، غنخليكم تشوفوا حتى تكملها ان شاء الله. هذه هي الماكينه، ها هي فيها 12 ابره، غادي ندير لكم فيديو خاص عليها. ها هي فيها 12 ابره، كيكون فيها 12 لون، كيكون فيها 12 لون، ها هما كيكونوا هنايا مستفين، كتخدمي بهم كتختاري انت، كتختاري اللون اللي بغيتي كتركبيهم هكا، ما كتضيعيش الوقت. فاش كتجي كتختاري اللون اللي بغيتي ديك الساعه راه هي اوتوماتيك كتخدم اللون اللي اختاريتي فيها، هو باش كتخدم ليك وكتريكلي الرشمه ديالها هنايا بحال التليفون البنات، ساهله. كاين اللي كنت كيصحاب لي صعيبه كنقولي لي هاد خديتهاش كي غندير، خصني نتعلم خصني، ولكن هي راه ساهله بزاف بحال التليفون، كما كنخدمو في التليفون كنديرو فيها كنعرفو نخدمو فيها كلشي وندخلو لي زابليكاسيون راه بحالها تماما. ها هي كتخدمي كتقدي الرشمه ديالك، كتختاري فيها الرشامي، كتختاري الرشامي اللي بغيتي، كتختاري الالوان اللي بغيتي تخدمي بهم، وكتقدي الرشمه ديالك على حساب البلاصه اللي بغيتي تخدمي فيها في المرمه ديالها. انا خديت هاد المرمه، ها هي كبيره شويه فيها 80 على 50، كتقدي الرشمه ديالك بحال هكا. راه كاينين شي رشامي اخرين اللي خدمت هنايا راه ديجا لحتهم في واحد الفيديو ديالي، كتقدي الرشمه ديالك بحال هكا صافي، وكتوركي عليها باش في هاد البطونه الخضراء صافي، كتبدا الخدمه ديالها، كتبدا الخدمه ديالها حتى كتسالي. انت غير كتبقاي مره تطلي عليها، كتمشي تقضي شغال كتمشي ديري اللي بغيتي، غير مره كتبقاي تطلي عليها وصافي. ولا حتى كاع الا كاع ما طليتي ماشي مشكل، فاش كيوقع فيها شي مشكل بحال تسال الكانيط ولا الا تقطع عليك الخيط، هي راه كتصفر بوحدها، كتبقى تسيني ليك، وفاش كتسمعيها راه كتجي كتبدلي الخيط وكتزيد تكمل خدمتها، زعما راه كتنقص عليك بزاف ديال الحاجات. والله البنات شتو اللي خياطه وعندها الامكانيات تشريها وتكل على الله، لا يحرم اي وحده من انها تحقق شي حلم عندها يا ربي امين. ها هي اذا غادي نبدا معكم هاد الرشمه، هي قديتها هنايا وبديت فيها، ها هي بسم الله كتوركي على هاد البطونه هادي صافي، ها هي كتبقى خدامه. تمام بوك ديال اختاريت واحد الرشمه ديال فانتي كروا، كديري البنات فانتي كروا، كدير الطرز الحساب، كدير الطرز الرباطي، كاينين فيه حتى شي رشامي ديال الطرز التركي، زعما فيها بزاف ما يدار.
درت داك اللون كاين في البرا النمره 4 كما كتشوفوا هانتوما، درت النمره 4 درت فيها داك اللون. هي فاش كاين داك اللون اللي بغيت نخدم فيه الديكرادي ديال هاد الثوب هذا، بغيت نخدمها بالديكرادي وبالكري، داكشي علاش رجليتها على هاد اللون هذا. هنايا راه كتشوفوا هانتوما، هنايا راه كتشوفوا الماكينه فين وصلت، شفتوا كيفاش البلاصه اللي خدمتها الماكينه كتلون، شفتوا باش كتعرفوا فين وصلت الرشمه، فين وصلتوا في هذا الطابليت ديالها. كتبقاو تشوفوا هنايا كاين كلشي، شفتوا راه هي ديك زائد هي هذيك الماكينه دابا البلاصه فين كدوز راه كتبان لكم هنا في هاد ليكرون. هانتوما شفتو، ها كانوا كيقولوا لينا لا راه الماكينه ديال الكمبيوتر الطرز ديالها عيان ما دايرش، لا كيكون سواقي وكاين البنات راه داكشي تاع علاقه الماكينه فيها وفيها، ها كل واحد اش بغى يخدم فيها اللي بغى. هانتوما شفتو دابا بحال هادي، هاد باينه هادي راه خدمات الرشمه ورجعت كتعاود عليها باش كتجي الخدمه عامره وباينه، وكيبان بحال الا خدمتيها بليل. اللي بغى يديرها خدمه خفيفه شي حاجه خفيفه باش كتطلع منها رخيصه، منها ما كتاخذش ليك الخيط بزاف واقتصاديه، راه كيديروا هما كيديروا غير واحد الطريزه كدوز الماكينه غير واحد المره صافي وكتدوز بحال هكا. شفتوا كيفاش نتوما شفتوا هذه اللي على اللي من راه معاوده عليها جوج المرات الاخرى، لا راه كتبان خفيفه هانتوما الماكينه كتعاود جوج المرات. المهم هاد الشيء راه فيه حاجه اللي هي مزيانه، نتا كل واحد واش بغى يدير فيها وصافي. راك تربطي نفس الشيء كطرز ليك الطريزه بحال الا خدمتيها بالماكينه ضرباتي متقونه وعامره وهي هذيك. شفتوا راه عاودت عليها جوج المرات باش كطلع الخدمه متقونه. هانتوما فهمتي الكروه هذه كديرها بحال الا خدمتيها بيديك كتكون عريضه هي. هانتوما الماكينه بوحدها خدامه، انا ما كندير ليها والو، بوحدها كتخدم الرشمه. شفتو كتخدم وكتعاود عاوتاني جوج المرات، عاد كتقطع الخيط راسها وكتزيد دوز للورده الاخرى. شفتوها هانتوما هنايا، شفتوها هنايا هاهي فين دازت عاوتاني. هانتوما خدمتها هاهي كتعاود عليها باش كدير ليك حاجه متقونه بحال ديال اليد. هاد الخيط باش كنخدمو بالحرير، هذا بالحرير كيكون رقيق، الا خدمتي على واحد الشاره راه كيكون رقيق. هي راه كتعاود ليا بحال الا كنخدمو باليد كنديرو الخيط على جوج شارات ثلاثه باش كتبان لينا الرشمه. كذلك الماكينه الا رجليتيها انها تجز عليها غير بحال هكا. دابا هانتوما شفتو هي المره الاولى كدوزها، هي شفتوها كتبان الخدمه رقيقه، كتبان الخدمه رقيقه ولكن راه كتعاود ترجع على حسب نتا وعلاش رجليتيها، كتعاود ترجع تعاود ليها باش كتولي الخدمه باينه. عندي التليفون على قد الحال كيصور ليا شويه وكيحبس، غنحاول نسرع لكم. I can't.
سالت من داك اللون هي بو حدغه غتجي تكمل باللون الاخر. ها نتوما شفتو ها هو اللون الاخر اللي غادي تكمل به لو الراسه. دائما ها نتوما شفتو كتخدم وكتزيد ترجع تعاود على الغصن. I can't.
يعني تسلى لينا الخيط ديال الكانيت، ها هي حبست كتصفر. سمعتو كي كتقول ها هي حبست، تنبدل ليها دابا الخيط عاد غتولي تبدا تخدم. شفتو الكانيت خو كتصفر، ها هي تنبدل ندير واحد اخر عامر. ها هو بدلت الكانيت، غادي نورك عليها الثاني هنايا. شفتوها كتشعل احمر وخضراء. دابا غندير ليها هكا هي ولات الثاني كتكمل. نخلي واحد شويه باش نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. اذا الاخوات هذه هي الرسمه ديالنا، كنتمنى انها تكون عجبتكم. شفتوها كي جات رائعه جدا. شفتوها متقونه بوان دو كوا بحال الا خدمتيها بيدك. شفتوها هذه هي، ها هو خدمت جوج جهات، كتخدمي جوج جهات في خطره. هي كنتمنى تجيكم واضحه. هذه هي الرسمه ديالنا، كنتمنى تعجبكم. وهذه هي الماكينه ديالنا حتى هي. الله يسهل على كل وحده ان شاء الله. هذه هي الرسمه اللي طبقت معكم.
كنشكركم بزاف البنات على المتابعه ديالكم. كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون عجبكم وتستفدوا منه، واللي بغات شي طريزه مرحبا بها، وكنتمنى لكم تحققوا كاع الاحلام ديالكم واللي كتمناه، وهي ربي يمين. ودائما كنقول لكم دعيو دعيو لله بالاخلاص والنية في الدعاء، إن شاء الله راه غادي يحقق لكم الأماني ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.